السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك. قبل ما أبدأ أي حاجة في الفيديو بشكر كل الناس اللي عملت لايك على الفيديو اللي فات، بشكر كل الناس اللي بتدعمني. فعلا الدعم مش مادي لكن الدعم معنوي بشكل كبير جدا الصراحة، يعني بسطتوني جدا بالفيديو اللي فات اللي جاب لايكات كويسة جدا الصراحة، عجبتني والمشاهدات الجميلة اللي انتوا عملتوها. وأنا عارف إن الاستراتيجية بتاعت الفيديو اللي فات نفعت مع ناس كتير واشتغلت، واستراتيجية النهاردة هتبقى أفضل من الاستراتيجية بتاعت الفيديو اللي فات، زائد إن في فيديو يوم السبت إن شاء الله هنزله يوم السبت هيبقى أفضل من كل الفيديوهات دي، وهيبقى الربح بتاعه كبير جدا واكبر من كل الفيديوهات اللي فاتت، وانت قاعد في البيت وحاطط رجل على رجل ومش هتعمل اي حاجه كمان، يعني هيبقى بدون مجهود تماما. تمام، فتابعوا معايا الفيديو ده وحاول انك تشترك في القناه وتفعل زرار التنبيهات عشان يوصل لك فيديو يوم السبت. الضروري جدا لازم معظم الناس اللي تشوف الفيديو ده تشوف الفيديو اللي جاي يوم السبت، زائد احتمال كبير انزل فيديو بكره، لان بكره في فيديو كده معين ممكن ابقى انزله بكره برضه هيبقى مفاجاه لمعظم الناس. تمام، فاتمنى انكم تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم فيديو يوم السبت، بالذات فيديو يوم السبت ده مهم جدا يا شباب. ونخش على طول في حلقه النهارده. حلقه النهارده يعني عن استراتيجيه، وهقول لك ازاي انا كسبت 2 دولار في اقل من ساعه. 2 دولار في اقل من ساعه، تخيل لو انا اشتغلت 10 ساعات او 5 ساعات هنجمع اكتر من 10 دولار في 5 ساعات او اقل، وكمان ده بدون مجهود كبير وبيدوبك بقعده بس كده بسيطه خالص، وبنخلص الموضوع ده كله. ممكن انت احسن مني وتخلص 3 ساعات او ساعتين وتجيب ال 10 دولار وتسحب من الموقع، بس للاسف سحب الموقع من اول 20 دولار. بس انا هقول لك على ميزه الموقع. اولا الموقع بيدفع للباي بال. دفع الباي بال هقول لك في مشاكل لبعض البلاد العربيه، بعض الدول العربيه الباي بال عندهم صعب انك تسحب منه، لكن طريقه السحب الوحيده في معظم الدول هي بايونير. بايونير بتاخد 5 دولار على السحب الواحد، يعني بايونير هتاخد 5 دولار لو انت سحبت 20 دولار، بايونير هتاخد 5 يدق لك 15 زائد في تقريبا حاجه و60 سنت لباي بال، فتقريبا هيتبقى لك قول 14 دولار. تمام، فده رقم انت ممكن تسحبه من بايونير او من الماستر كارد بتاعت بايونير. اما المشكله كان الدفع بتاعه هو 10 دولار او 5 دولار هيبقى من الصعب، لانك هيتاخد منك 5 دولار وهيبقى الموضوع صعب على البي بال شويه. ف 20 دولار واما تحولهم لبايونير هيبقى 15 او 14 دولار، ده كويس. تمام، زائد ان الربح سهل وبسيط وهتفهموا الموضوع ده كويس. تمام، ونخش على طول على الموقع. هنكتب هنا بوب وين، واجهة بسيطة جدا وموقع ممتاز والربح ممتاز. تمام، بس ركزوا معايا كويس جدا يا شباب، ركزوا معايا كويس جدا. أول حاجة نعمل ساين أب عشان نسيب، هننزل تحت على طول، هنا الفيرست نيم وهنا اللاست نيم، وهنا تحط الكونتري بتاعتك مهما كانت، وهنا الأدرس أي أدرس يجي على بالك حطه، وهنا الإيميل يكون صحيح 100% وباسورد طبعا، وهنا تقول له أي أم بابليشر، بعد كده تعمل ساين أب ناو، هترجع هنا تعمل لوج ان على طول، هتحط الايميل والباسورد ومبروك عليك تم التسجيل. طبعا لازم تاكتف الاكونت من الجيميل. تمام، عملنا كل ده ودخلنا على طول على الاكونت، انا طبعا من غير ولا فواصل ولا اي حاجه، اديك شايفين البالانس بتاعتي دولار و84 سنت توداي وين، النهارده بس دولار ونص، انا ما اشتغلتش امبارح غير ربع ساعه او اقل. تمام، فزي ما انت شايف دولار ونص ده النهارده بس اثبات دفع مني، طبعا مش اثبات دفع يعني اثبات مني انا ان الموقع الموقع تمام، يعني ما ان الربح تمام، اسمي اهو وكل حاجه تمام، عشان ما حدش يقول ده موقع او حاجه بتاعت حد تاني. تمام، زي ما انتم شايفين دولار و8 من 10. حلو، اول حاجه تعمل ماي ويب سايت عشان تحط الموقع بتاعك، وعلى فكره الموقع بيتقبل مباشره ما تقلقش، مش هيقول لك اي حاجه، مش هيقول لك اي حاجه، بس حاول تحط دوت كوم او دوت نت او اي حاجه، يعني انت حط اي موقع انت عايزه، اي موقع انت عايزه مش هتفرق. تمام، حتى لو موقع مش بتاعك مالكش دعوه، انت حط اي موقع. تمام، اي موقع دوت كوم او دوت نت، ما تحطلوش جوجل دوت كوم. تمام، يعني حط موقع اي موقع، مثلا انا كنت عامل بلاجر باسمي او يعني بلاجر ليا، عملتها دوت تي كي واتقبلت في ثانيه، ما يعني مش هياخد منك ثواني بالظبط لا اتقبلت. تمام، هنا ادلت دي اوعى تختارها، اوعى تختارها، بحذرك تنزل على طول تجيب هيلث جيمز كمبيوترز اي حاجه، بس ادلت دي انا بحذرك ما تجيبهاش. تمام، عشان مش ناقص ذنوب. هنا الاكسبت ادلت كامبينز تعملها نو. تمام، برضو تحذير لازم دي تعملها نو. هنا تحط اي رابط موقع، مثلا ممكن ترجع تحط الموقع ده مره ثانيه وتعمل سبميت ويب سايت. ملحوظه، الموقع ده اللي هو البوب وين ما بيقبلش مواقع مرتين، يعني انت حاول تعمل موقع لنفسك وتعمله دوت تي كي من على فرينوم او دوت ام ال او اي حاجه، بس خليها دوت تي كي، خليها في المضمون لانه اتقبل قبل كده فيتقبل اي موقع، فحاول تعمل موقع وتعمله دوت تي كي عشان يتقبل على طول وخلاص، بدل ما لو يعني لو ما عندكش موقع يعمل دوت كوم او حاجه. هنرجع على طول هنا على مونتيزيشن تولز، هتنزل على موبايل ريدايركت كود، طبعا احنا ما عدوش بنستخدم الحاجات دي خلاص. الاستراتيجيه طبعا عايزه موبايل ريدايركت كود،
تمام. هنا تحط طبعا المدونه او الموقع جي اس كود، تختار اول واحده وتعمل جنريت كود. كالعاده هننزل تحت خالص تاخد الرابط ده، ركز كده، الرابط ده من اول اتش تي تي بي لحد الرقم الاخير، لحد العلامتين دول ما تاخدهمش، تعمل له كده كوبي وتعمل هنا وتقول له بيست، وادي الرابط بتاعنا. هترجع هنا على طول على ow.ly. حلو قوي يا شباب، ركزوا معايا كويس. نيجي على طول هنا نعمل ده كوبي، وبعد كده هنقول له بيست ونعمل شرينك يو ار ال. على طول هيقول لك اعمل له ريبوت، تقول له تمام. بعد كده هيطلع لك الرابط ده. على فكره يا جماعه انا نسيت اقول لكم على حاجه، ان الموقع اللي هو ow.ly اللي انا فاتحه دون، ممكن بدل ما تختار صور وتقعد تقلب في الصور وبتبقى صعبه على فكره، وساعات الموقع بيقصد انه ما يرضاش يفتح، فالافضل يعني ليك انك تعملها بالسمع. هتلاقي موجود علامه السماعه كده، تضغط عليها يديك بعض الارقام هيقولها لك، ويا ريت تسمعها بالهاند فري هيبقى افضل يعني، وتسمعها وتحاول تحط الارقام بالظبط وصح وهيبقى سهل معاك. هتاخد ده كوبي كده، وهنيجي عند النقطه اللي هنقف عندها شويه. هنعمل ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي بموقع او ببرنامج بافن، برنامج بافن بتاعنا اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، حاول تشوف الفيديو اللي فات لانه ضروري جدا، والفيديو اللي فات دون هيرتبط ببعض الفيديوهات الجايه هتبقى كتيره جدا عن البرنامج بافن ده، تمام؟ بالذات الفيديو يوم السبت هيبقى متعلق بيه بشكل كبير جدا، تمام؟ فانت هتاخد الرابط دون وهنعمل ايه؟ لو تفتكروا برنامج اليكسا سيرفنج او موقع اليكسا سيرفنج، اليكسا سيرفنج موقع دون اللي كنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده، واتكلمنا عنه في الحلقه في القناه اللي اتقفلت، واتكلمنا عنه كتير. هنحاول هنا نعمل ساين اب باليكس سيرفنج. طبعا اليكس سيرفنج ما بيحتاجش اي ايميل، ممكن تحط اي ايميل وتعمل ات ياهو دوت كوم او ات اي حاجه دوت كوم، وتعمل كده وتحط الباسورد، تمام؟ وهنا الباسورد، تعمل ام نوت ريبوت، حلو، وتجيب السماعه زي ما انا قلت لك، وتحاول تسمع الارقام تطلع على بلاي وتسمع الارقام. انا هوقف الفيديو ثواني، تمام؟ زي ما انتم شايفين، وتعمل ساين اب مباشرة. هيرد عليك ويقول لك ان الاي بي دون اتعمل بيه اكونت قبل كده، مش هينفع تعمل اكونت تاني. واحنا قلنا ان موقع او تطبيق بافن بيخليك تعمل، بيجيب لك كل مرة بتعمل كلير للداتا بيجيب لك اي بي مختلف من امريكا، تمام؟ فاحنا نفتح بلوس باكس عشان نبدأ نفتح برنامج بافن. الافضل بالنسبة لي ان انت تفتحه على الموبايل بتاعك، هيبقى افضل معاك بكتير وهيبقى اسهل، تمام؟ يعني البلو ستيكس مش تقيل ولا حاجه، ولكن انا بفضل الموبايل. حلو، بس انا هعمل بلو ستيكس عشان يبقى قدامكم، وبلاش يعني الموبايل اصلا 3% تقريبا، ف يعني عشان نخلص بسرعه فنحاول نبدا بلو ستيكس. على طول بعد ما هيفتح هتقوم ضغط على بافن على طول مباشره، هيبدا على طول يفتح معاك بافن، تمام؟ ولكن بافن ده لسه ما عملناش كتير للداتا، ونرجع على طول على الاعدادات زي ما قلنا. هتفتح معاك تجيب التطبيقات، سيبها هنا مفتوحه معاك في المالتي تاسكينج بالشكل ده هنا كده، وتعمل على بافن ده لو هتستخدم يعني التطبيق ده اللي هو بلو ستاكس يعني، تعمل محو البيانات، تعمل موافق، تمام؟ تبدا بافن مره تانية، بيعمل هنا لود زي ما انت شايف، بدا على طول من الاول. بافن هيبقى سريع جدا معاك. هنا هتكتب اليكسا سيرفنج، متقلقش هو بافن اصلا يعني كتطبيق نت فهو كويس. هتضغط على جيت ستارتد، هنا تكتب اي ايميل انت عايزه طبعا بالشكل ده كده، وتعمل ات ياهو دوت كوم او ات اي حاجه دوت كوم اللي انت تعرف تكتبه بسرعه. هنا تكتب باسورد لازم يكون صحيح عشان هتعيده، هنا باسورد مره تانيه تحت. هنا بقى انا لست روبوت او اي ام نوت روبوت، تضغط عليها ويحط لك بقى صور، تحاول تجيب السماعه دي وتحاول تخلصها بسرعه. هنوقف الفيديو. بعد ما عملنا ساين اب على طول مبروك عليك كده، عندك اكونت في اليكسا، تعمل نوت ناو بالشكل ده بقى عندك اكونت في اليكسا. طبعا مميزات اكونت اليكسا الجديد، طبعا لو تركز هي نفس الايميل اللي انا كنت كاتبه اللي هو اي كلام ده نفس الايميل، عشان بس ما حدش يقول ان انا فاتح ايميل بتاعي. زي ما انت شايف ده توتال بوينتس، هيكتب لك هنا 100 نقطه. ده مميزات اكونت اليكسا الجديد. هنا تضغط على ماي ويب سايت مباشره، اد نيو ويب سايت، وتحط الويب سايت اللي هو ايه، نرجع هنا مره ثانيه ال او دبليو دوت ال واي. حد اسالني ليه، هقول لك عشان هيخفي المصدر للشركه نفسها اللي هي بتاعت بوب وين، فمش هيعرفوا المصدر ده جاي منين، تمام؟ هتعمل هنا بيست على طول، تمام؟ في مشكلة في النقل، هنعمل لاسك من التطبيق نفسه بالشكل ده، تمام؟ هتضغط هنا وتعمل 20 ثانية، 20 ثانية افتكر، 20 ثانية عشان يجيب لك أكبر عدد ممكن. تنزل تحت تعمل سبميت مباشرة، مبروك عليك.
كده الدنيا عندك تمام. فزي ما قلت لك تحاول تعمل اكتر من اكونت اليكس سيرفنج عشان يحاول يعد معاك زوار على طول، لكن الزوار بتتعد على الموقع ده بعدها بنص ساعه تقريبا او بعدها بتلت ساعه، فتمام. فالزوار بتعد متاخر شويه في الموقع ده. زي ما قلت لك الريفرال في الموقع ده كويس جدا، ما قلتش طبعا لكن يعني بقول لك كده بالمره، الريفرال في الموقع ده كويس جدا، طبعا مش هتحتاج ريفرال ولكن كويس جدا ما تقلقش. الويز درو فاوندز زي ما قلت لك هنخش عليها كده. زي ما قلنا طبعا احنا قلنا في اول حلقه انه بيدفع $20 لباي بال، تحط هنا اكونت الباي بال فوق هنا، هيطلب منك اول ما انت تخش على الصفحه دي هيقول لك هنا املى البيان ده، هتحط اكونت الباي بال وتخش على الجيميل عشان تفعل اكونت الباي بال، مش لازم بالاكونت ده طبعا ولكن باكونتك انت اللي انت عامل بيه الاكونت نفسه اللي هو اكونت البوب وين. ملخص الاستراتيجيه كالتالي، انت اولا هتعمل اكونت على بوب وين، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، هتعمل اكونت تمام، خلصنا الاكونت هتاكتف الاكونت، خلصنا اكتيفيت الاكونت، هترجع على طول على البلو ستاكس او على الموبايل بتاعك، هتنزل تطبيق بافن هتلاقيه برده اسفل الفيديو اللي احنا شرحناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. وزي ما قلنا بافن بيجيب زوار فريدين من الولايات المتحده الامريكيه، حلو قوي، من اي بيهات مختلفه تمام. فهتحط هتاخد الرابط من الموبايل ريدايركت زي ما عملنا، والرابط اللي تحت اللي هو الرابط اللي شبه ده هتقوم حاطه وتحط طبعا في الماي ويب سايت، قلت لك حط اي موقع انت عايزه. فهتعمل هتاخد الرابط ده كوبي وتختصره في ال OW.ly، هتختصره هيطلع لك رابط زي ده، برضه هتعينه معاك وبتروح على اليكسا سيرفنج وتعمل اكونت وتاخد 100 نقطه. بعد ما تاخد ال 100 نقطه هتقوم حاطط الرابط ده، مش من اول اكونت هيشتغل معاك تمام، لا لازم تعمل 5 اكونتات، بين كل 3 اكونتات لازم تغير الرابط، يعني الرابط ده هتقوم مغيره بين كل 3 اكونتات. كل الكلام ده انا قلته في اول الحلقه ولكن بحب الخصها في اخر دقيقه كده في الحلقه عشان الناس كلها تفتكر اللي حصل وتفتكر الخطوات. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، اتمنى الاستراتيجيه دي تنجح مع الناس كلها زي ما نجحت معانا زي ما انتم شايفين. نرجع كده في الداشبورد هتلاقي الاستراتيجيه تمام قوي معايا وشغاله تمام. نرجع على طول كده زي ما انت شايف هتلاقي الفلوس تمام والدنيا تمام زي ما انت شايف دولار و84، ولو دخلنا على الاستاتكس زي ما دخلنا في بدايه الحلقه يقول لك توداي وين دولار ونص النهارده، بس دولار 55 سنت النهارده في نص ساعه تقريبا او اقل من ساعه، ساعه الا ربع حاجه شبه كده استخدمناها، وكمان بعد كمان 10 دقائق ولا نص ساعه هتلاقي بدات تعد معايا كمان، لان اليكس سيرفنج اللي انا عملتها هتبدا تشتغل معاها بعد ربع ساعه ونص ساعه من الموضوع ده، عشان الموقع ده بيعلق بس بعض الحاجات البسيطه. وبعدين ادي الترتيب الاكس بتاع الموقع، يعني موقع صادق 100% ما تقلقش من اي حاجه، وزي ما قلنا اقل مبلغ الدفع هو $20. مش عارف انا بدات اعيد كل اللي انا قلته مش عارف ليه، بس المهم يعني هو ده كان اللي في الحلقه بتاعت النهارده. زي ما قلت برضو اتمنى تكون الحلقه دي نالت اعجابكم، اتمنى ان الاستراتيجيه دي اكتر حاجه بتمنى ان الاستراتيجيه دي تنفع ناس كتير وتنجح مع ناس كتير، واتمنى ان كل واحد شاف الفيديو ده مفيد ليه يعمل لايك الفيديو ده وسبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 1000 مشترك ان شاء الله، قريب جدا نوصل ل 1000 مشترك، وان شاء الله يوم السبت في حلقه نار نار، حلقه نار باذن الله هتبقى يوم السبت الجاي. ان شاء الله تعجبكم، فحاول تعمل سبسكرايب للقناه او اشتراك في القناه، وتحاول تفعل زرار التنبيهات اللي هو شبه ده كده تلاقيه جنب زرار الاشتراك، حاول تفعله عشان توصلك حلقات يوم السبت ان شاء الله، تبقى حلقه ممتازه جدا لكل الناس اللي عايزه ربح من الانترنت كويس جدا يوميا. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Call.